السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة ميدل 3. درسنا النهاردة الدرس الأخير في التاريخ، مصر من الحماية البريطانية حتى ثورة يوليو 52. لازم الأول نتعرف إن كانت مصر منذ عام 1914 لحد قيام الثورة كان في مراحل كده ما بين الصدام بين الحركة الوطنية وسلطات الاحتلال البريطاني. التاريخ بتاع 1914 ده هو تاريخ الحرب العالمية، فكان في كده متغيرات بتحصل في العالم هنشوفها مع بعض، وهي اللي كانت مقدمات للثورة. هو لما اتألف الوفد المصري، يعني ايه وفد مصري الأول عشان نبقى فاهمين؟ زي ما كان في أيام مصطفى كامل ومحمد فريد في حزب وطني، فبقى في حاجة كده اسمها الوفد. الوفد ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة من المواطنين اللي عندهم وطنية ومثقفين، اجتمعوا مع بعض وألفوا حاجة اسمها الوفد المصري. وكان الوفد المصري ده أغلبه من أعضاء الجمعية التشريعية، يعني الناس المثقفة اللي بتحط قانون في البلد وبتصنع القانون، اللي هم أعضاء الجمعية التشريعية، هم اللي ألفوا الوفد المصري برئاسة سعد زغلول. توجهوا لمقابلة المندوب السامي البريطاني. المندوب السامي ده زي المعتمد كده البريطاني، زي اللورد كرومر، بس في الوقت ده كان اسمه السير وينجت. وطلبوا منه كم طلب كده، منهم إلغاء الحماية البريطانية على البلاد، وإنهاء الأحكام العرفية، وإلغاء الرقابة على الصحف والمطبعات، وإن مصر تستقل، ويا ريت لو تسمح لنا إن احنا نسافر إلى باريس لعرض المطالب الوطنية على مؤتمر الصلح. يبقى أعضاء الوفد توجهوا للسير وينجت بيطالبوا، لما يقول لك بما تفسر لتوجه أعضاء الوفد المقابلة السير وينجت، قال يطالبوا بإلغاء الحماية وإنهاء الأحكام العرفية وإلغاء الرقابة على الصحف، وإن كمان يسافروا إلى باريس لحضور مؤتمر الصلح. يا ترى بقى السير وينجت هيوافق ولا لأ؟ ده اللي إحنا هنشوفه. طبعا حصل صدام بين أعضاء الوفد المصري وسلطات الاحتلال، لان المندوب السامي السير وينجت اعترض على طلب الوفد بان هم يسافروا لمؤتمر الصلح الى باريس، وكمان يعني اعترض على الصفه اللي انتوا بتتكلموا بيها، يعني انتوا بانهي وجه حق بتتكلموا باسم الامه؟ يعني هو ما يجي السير وينجت لاعضاء الوفد ويدخل في حوار معاهم، هي يعني اول حاجه يقول لهم انتوا باسم الدوله باسم الامه بتتكلموا بناء على ايه؟ يعني ايه الصفه اللي انتوا بتتحدثوا بيها؟ انت ولا وزير ولا منصب في الجيش، بصفتك ايه بتتكلم عن حقوق المصريين؟ فطبعا اعضاء الوفد كان عندهم فكره كويسه جدا ان هم ممكن يجمعوا توكيلات من الشعب، من الامه. التوكيلات دي زي لما بيبقى في فكرة التوكيلات اللي هيبدأ يجمعها أعضاء الوفد دي، زي فكرة لما أنت تعمل توكيل لمحامي. يعني أنت لو عملت توكيل لمحامي فأنت كأنك بتقول له إن أنت هتتكلم بإيه؟ بالنيابة عني، هتتكلم بلساني، أنت اللي هتجيب لي حقي. فلجأت أعضاء الوفد الفكرة، لجأوا ليها إن هم يجمعوا توكيلات من الأمة علشان السعي نحو الاستقلال التام، وعشان يبقى في صفة يتكلموا بيها قدام المندوب السامي السير وينجت. يبقى هو ده بقى الوفد اللي بيمثل الأمة بزعامة مين؟ بزعامة سعد زغلول. يعني لو جاء قال لك إيه النتيجة المترتبة على جمع التوكيلات من الأمة، أدى إلى أو أصبح الوفد المصري بزعامة سعد زغلول هو اللي بيمثل الأمة. طبعا سلطات الاحتلال غضبت جدا من التصرف ده، ورفضت مطالب الوفد وقبضت على سعد زغلول. تم القبض على سعد زغلول وزملائه في مارس 1919 واتنفوا الى جزيرة مالطا. من هنا هتشتعل الثورة. فعوامل قيام ثورة 1919 غير بقى نفي سعد زغلول، ده يعني اللي اشعل الثورة هو النفي، نفي سعد زغلول الى مالطا. لكن كان في اسباب قبلها مضايقة المصريين جدا، منها الإجراءات العنيفة اللي اتخذتها بريطانيا أثناء الحرب العالمية الأولى. بس طبعا احنا ما فهمناش الإجراءات دي غير لما المصريين بقوا بيقروا بيعرفوا، مثقفين بيقروا في جرائد في صحف، فزاد نمو الوعي الوطني لدى المصريين.
يبقى اسباب ثوره 19 زياده الوعي الوطني لدى المصريين، الاجراءات العنيفه اللي اتخذتها سلطات الاحتلال اثناء الحرب العالميه الاولى، ادعاء انجلترا انها بتحارب من اجل حريه الشعوب، يعني ده كانت كذبه انجلترا كذبتها وصدقتها ان هي ادعت ان هي بتحارب وداخله الحرب العالميه من اجل حريه الشعوب واستقلالها. طب لما انت داخله الحرب العالميه عشان حريه الشعوب، ما تخرجي من مصر، ما تسيبي مصر تستقل. زي ما كان الرئيس الامريكي اعلن مبادئ ال14، ايه هم المبادئ ال14 اللي الرئيس الامريكي ويلسون كان بينادي بحق الشعوب في تقرير مصيرها؟ يبقى اسباب ثوره 19 زياده الوعي الوطني، الاجراءات العنيفه اللي اتخذتها بريطانيا او سلطات الاحتلال اثناء الحرب العالميه الاولى، ادعاء انجلترا وحلفائها انها بتحارب من اجل حريه الشعوب، اعلان الرئيس الامريكي ويلسون المبادئ ال14 منها حق الشعوب في تقرير مصيرها. طبعا في الوقت ده كانت بريطانيا اعلنت الحمايه على مصر، الحمايه البريطانيه على مصر، ومعنى كلمه الحمايه البريطانيه ان هي خضوع مصر المطلق للاحتلال البريطاني. الثورة بقى لما بدأت امتدت من القاهرة لكافة المدن، يعني هي بدأت الأول من القاهرة، ومن القاهرة امتدت بقى وصلت للمدن والأقاليم، واشترك فيها جميع فئات الشعب المصري، فده أكد على الوحدة الوطنية. ولما يجي يسألك ليه أحداث ثورة 1919 ثورة شعبية، هقول بسبب مشاركة جميع فئات وعناصر الشعب المصري، مما يؤكد على الوحدة الوطنية بين أبناء الأمة. نتائج الثورة طبعا انزعجت وقلقت جدا الحكومة البريطانية للأوضاع، وده اللي هيخلي الحكومة البريطانية تعزل السير وينجت وتعين الجنرال الليمبي يبقى هو المندوب السامي بعد السير وينجت. طبعا الجنرال الليمبي هيبقى ليه طريقة مختلفة عن السير وينجت، يعني يحاول كده يعني ايه يحتوي المصريين شويه، يفرج عشان يهدي الثوره، يفرج عن سعد زغلول، وكمان يسمح له بالسفر الى مؤتمر الصلح في باريس لعرض قضيه ايه مصر، يعني بسهوله كده، بسهوله يعني ماشي الافراج عن سعد زغلول تمام، لكن بسهوله الليمبي الجنرال الليمبي يسمح لسعد زغلول وزملائه بالسفر الى باريس لحضور مؤتمر الصلح؟ الموضوع ده وراه حاجه، وراه ايه؟ هقول لك. بريطانيا ذكية جدا، هي حبت تبان دلوقتي قدام الشعب المصري ان هي بتحقق له طلباته وافرجت عن سعد زغلول، وكمان هتسفره لباريس يحضر مؤتمر الصلح. لكن هي في الدرة كده مع نفسها قدرت ان هي تعمل اتصالاتها مع اعضاء مؤتمر الصلح، وزي ما نقول كده يعني ايه كانها مسلطاهم ان هم ما يسمعوش لسعد زغلول وان هم يعترفوا بالحماية البريطانية على مصر. فأول ما وصل أعضاء الوفد إلى باريس وجدوا أبواب المؤتمر مغلقة في وجوههم، مش لقوها قافلة يعني ببان، لأ يعني ما لقوش فايدة من الكلام معاهم، لأن لقوا أعضاء المؤتمر كلهم اعترفوا بالحماية البريطانية على مصر، حتى الرئيس الأمريكي ويلسون اللي كان مشجعنا على الثورة وقال من حق الشعوب في تقرير مصيرها، الراجل أحبطنا، أحبط أعضاء الوفد، لأن هو كمان حتى الرئيس الامريكي ويلسون كان بينادي بالحريات وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، حتى هو اعلن اعترافه بالحمايه البريطانيه على مصر. فطبعا لما يقول خيب مؤتمر الصلح امال المصريين، ها لانه ايه؟ لانه اعترف بالحمايه البريطانيه على مصر. نيجي بقى للجنه مينر. لجنه مينر دي كانت في ديسمبر 1919، ودي اللي فيها قررت انجلترا ارسال لجنه لمصر برئاسة اللورد مينر، ومينر ده شخصية مش قليلة يعني. مينر ده وزير المستعمرات البريطانية، ما بريطانيا كانت مستعمراتها كتير، فبقى ليها وزير للمستعمرات. بعت مينر مصر يعمل إيه؟ بعتاه يقنع الشعب المصري بقبول الحماية البريطانية، إن أنتوا تقبلوا الوضع اللي أنتوا فيه وتقبلوا الحماية البريطانية، لكن الشعب المصري رفض. رفض حتى يتكلم مع لجنة مينر، عمل مقاطعة. وقال لهم احنا لو اتكلمنا يعني ازاي يتكلموا مع مينر ولسه اعضاء الوفد ما رجعوش؟ لسه ما رجعوش، يعني هو شايف ان اصلا ما ينفعش الشعب يتكلم مع مينر، لان مجرد ان مينر يتحدث مع الشعب
ده معناه التنازل عن الوكالة بتاعت الوفد المصري. انت لو في النيابة هتقدر هتتكلم مع وكيل النيابة او تتكلم مع حد غير لما المحامي بتاعك يبقى معاك؟ ما انت لو اتكلمت يبقى انت كأنك لغيت التوكيل اللي عامله للمحامي. هو الشعب المصري بيفكر بالطريقة دي، احنا كلنا عاملين توكيل لسعد زغلول يقول له يتكلم بالنيابة عننا، يتكلم باسمنا. لو اتكلمنا مع منّر يبقى كأننا بنتنازل عن التوكيل اللي عملناه لإيه؟ لأعضاء الوفد لسعد زغلول. يبقى لجنة منّر إيه النتيجة المترتبة؟ قاطعها المصريين ورفض التحدث معه، لأن التحدث معه معناه التنازل عن الوكالة للوفد. طبعًا زي ما شفنا يا ولاد إن الشعب المصري رفض التفاوض مع لجنة منّر. فأبدى منّر أظهر استعداده للتفاوض مع الوفد المصري بقيادة سعد زغلول. المفاوضات بتاعت سعد زغلول ومنّر انتهت بمشروع معاهدة اتفاقية يعني، لكن الشعب المصري رفضها بجميع طوائف. هتقولي هو الشعب المصري هو اللي كان قاعد مع منّر؟ لا، هو سعد زغلول اللي كان بيتفاوض مع منّر، بس سعد زغلول كل خطوة بيعملها المفروض بيرجع للشعب المصري. فلما رجع لهم بمشروع المعاهدة الشعب المصري رفض بجميع طوائفه، وهو شجعهم على الرفض ده لأن المعاهدة دي كانت هتؤدي إلى استقلال مصر استقلالا سوريا، يعني استقلالا شكليا لا معنى له. ففي الوقت ده حصل مفاوضات اسمها مفاوضات عدلي كيرزون. ايه هي مفاوضات عدلي كيرزون؟ المفاوضات دي ما بين عدلي يكن باشا اللي هو رئيس الوزراء واللي كان بيتمنى ان هو يوفق في الاتفاق مع بريطانيا على وضع دستور لمصر كده يحقق اماني ومطالب المصريين. فلما قعد تفاوض عدلي يكن باشا مع كيرزون وزير خارجيه بريطانيا فشلت المفاوضات ولم تؤدي الى نتيجه. عشان لو جه سالك وقال لك ما النتائج المترتبه على مفاوضات عدلي كيرزون هتقول فشلت المفاوضات ولم تؤدي الى نتيجه. بس نتيجة الفشل ده لما فشلت المفاوضات عدلي يكن قدم استقالته بعدها، حس ان هو فشل في ان يقنع كيرزون وزير خارجية بريطانيا بان هو يوصل مصر للدستور حتى يحقق مطالب المصريين. فلما فشلت المفاوضات قدم عدلي يكن استقالته ورفض بعد كده رجال السياسة ان هم يشكلوا حكومة. يعني اي حد من رجال السياسة بعد كده بقى يرفض ان هو يشكل ايه وزارة، يعرضوها على فلان على اسم حد من الناس المثقفة او القضاء، كله رافض يشكل ايه حكومة جديدة. فبعديها حسوا ان القلق، يعني بريطانيا حست ان القلق اللي مصر فيه ده ورفض رجال السياسة تشكيل حكومة جديدة، ان سعد زغلول ليه يد في القصة، فقبضوا على سعد زغلول المرة الثانية واتنفى الى جزيرة سيشل. عشان كده سعد زغلول اتنفى مرتين، المرة الاولى في مالطا والمرة الثانية جزيرة سيشل. فتجددت الثورة مرة أخرى وخرج المصريين في ثورة، بس المرة دي المصريين كانت ثورتهم بطريقة فيها تفكير أذكى من المرة الأولانية. هم عملوا مقاطعة للبضائع الإنجليزية، هم قعدوا فكروا هي إنجلترا متمسكة باحتلال مصر علشان مصالحها الاقتصادية، طيب احنا نضرب مصالحها الاقتصادية نوقف التعامل معاهم. فقاطع الشعب المصري البضائع الإنجليزية، فده قلق بريطانيا، قلق بريطانيا على مصالحها الاقتصادية، فاضطرت ان هي عشان تهدي الشعب المصري ان هي تفرج عن سعد زغلول وترجعه من منفاه في جزيرة سيشل. هنشوف بعد كده الاحداث هتوصل. هنشوف دلوقتي بعد فشل مفاوضات عدلي يكن مع كيرزون وزير خارجية بريطانيا، هتقوم بريطانيا بإصدار تصريح 28 فبراير، وده من أهم الفقرات اللي في الدرس بتاع النهاردة. الجزء بتاع تصريح 28 فبراير هو كان بينص على أن تعترف بريطانيا بمصر دولة مستقلة ذات سيادة وتنهي الحماية البريطانية على مصر وإلغاء الأحكام العرفية. من كده بيحققوا مطالب المصريين لأن كانت طلبات الثورة فعلا الاعتراف بمصر دولة مستقلة وإنهاء الحماية البريطانية وإلغاء الأحكام العرفية. بس يعني للأسف بريطانيا تحفظت بأربع حاجات خلوا الاستقلال اللي حصلت عليه مصر في تصريح 28 فبراير استقلالا بلا معنى، استقلالا ليس حقيقيا. ليه؟ لأن بريطانيا
ما كانتش بعد تصريح 28 فبراير اخذ قرار ان هي تمشي من مصر. انا اعترفت بمصر دوله مستقله، بس انا بريطانيا موجوده في مصر، مش بعد السنين دي كلها، مش بعد ما عدى فتره طويله زي ما شفنا من وجودها في مصر هتيجي بالساهل وتخرج. فهي تحفظت باربع تحفظات، كان اولهم تامين المواصلات البريطانيه في مصر، الدفاع عن مصر ضد اي اعتداء او تدخل اجنبي، حمايه المصالح الاجنبيه وحمايه الاقليات في مصر، هي قاعده عشان تحمي مصالحها، تامن مواصلاتها، تحمي الاقليات، تدافع عن مصر ضد اي اعتداء. افرضوا احنا مشينا وخرجنا من مصر مثلا في يوم ولقينا بعديها فرنسا احتلت مصر بعدها، فيبقى احنا كل مصالحنا وكل شركاتنا وبنوكنا ضاعت. فكان بريطانيا تحفظت على الشرط الرابع الثالث ده اللي هو الدفاع عن مصر ضد اي اعتداء وضد اي تدخل اجنبي. ويستمر طبعا الوضع في السودان كما هو عليه حسب اتفاقية الحكم الثنائي سنة 1899. طبعا رغم اعتراف بريطانيا بمصر دولة مستقلة وان هي ليها حق مصر في وضع دستور وتشكيل حكومة مسؤولة، الا ان التصريح لم يحقق احلام واستقلال مصر التام، ولم يحقق للمصريين احلامهم وامانيهم الوطنيه بالكامل بسبب التحفظات الاربعه. يعني لما يجي يسالنا ويقول لنا بما تفسر ليه لم يحقق تصريح 28 فبراير الاستقلال التام للمصريين، هقول بسبب التحفظات الاربعه. طبعا نتائج تصريح 28 فبراير كانت ان الملك فؤاد اعلن نفسه ملكا على مصر، وعيدت وزارة الخارجية مرة اخرى، وشكل عبد الخالق ثروت لجنة من 30 لاعداد الدستور اللي عرف باسم دستور 1923. فكان الدستور دوت ليه عيوبه وليه مميزاته. يبقى انا نتائج تصريح 28 فبراير ان اعلن الملك فؤاد نفسه ملكا على مصر، واعيدت وزارة الخارجية وشكلت وزارة عبد الخالق ثروت لجنة من 30 عضو لاعداد الدستور. تعالوا مع بعض نشوف دستور 1923 ايه عيوبه وايه مميزاته. عيوبه ان هو اعطى للملك سلطات واسعة، ازاء السلطة التشريعية والتنفيذية، واعطى للملك الحق في حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة. مميزات بعد دستور 1923، الدستور ده بيعتبر خطوة في تقرير مبدأ ان الأمة مصدر السلطات، ووضع نهاية للحكم المطلق. يعني ايه نهاية للحكم المطلق؟ يعني خلاص ان يتحكم في مصر شخص واحد ويبقى ليه هو الحكم المطلق من غير ما يرجع ويستشير او ياخد برغبة ان الناس اللي بتمثل المصريين. الوضع ده يعتبر بعد تصريح 28 فبراير، يعتبر وضع بعد دستور 1923، يعتبر خلاص نهاية الحكم المطلق. أقر الدستور، يعني أكد الدستور على المساواة بين جميع المصريين في الحقوق والواجبات ومبدأ احترام الحريات العامة. طبعا بعد تصريح بتاع 28 فبراير وبعد الدستور، الانتخابات اللي حصلت وفقا لدستور 1923 فاز فيها حزب الوفد بالأغلبية. فطبعا يشكل سعد زغلول، هنا أصبح سعد زغلول هو رئيس أول وزارة برلمانية. يعني وزارة برلمانية يعني وزارة جت باختيار المصريين، باختيار الشعب، فعرفت بوزارة الشعب. وافتتح أول برلمان مصري في مارس 1924. كل دي حاجات تفرح المصريين جدا ان احنا يبقى عندنا حكومة برلمانية ودستور ونقدر ان احنا نعمل انتخابات. لكن للأسف هيحصل موقف، يعني للجيش البريطاني هيقلب الامور كلها. ايه هو الموقف ده؟ هيتم اغتيال القائد العام للجيش المصري والحاكم العام للسودان اللي هو كان اسمه السير ليستاك. من هو؟
القائد العام للجيش المصري والحاكم العام للسودان السير لي ستاك. السير لي ستاك تم اغتياله في السودان، ونتيجة الاغتيال ده قدم المندوب السامي البريطاني اللي هو الجنرال ليمبي انذار للحكومة المصرية في 22 نوفمبر. يترتب عليه يعني هو الانذار ده كان قدمه الليمبي للحكومة المصرية اللي بتمثل سعد زغلول. الانذار ده بيقول سحب الجيش المصري او سحب القوات المصرية من السودان. طبعا رفض سعد زغلول باشا وقدم استقالته، يعني بسبب رفضه للانذار هو قدم استقالته. هتتالف بعدها وزاره جديده برئاسه زيور باشا، يبقى هتتالف وزاره جديده برئاسه زيور باشا. يعني لما يرفض سعد زغلول الانذار هيقدم استقالته، يجي بعديه رئيس وزاره جديده اسمه زيور باشا، وده كان رئيس مجلس الشيوخ اللي قبل الانذار بتاع بريطانيا وسحب الجيش المصري من السودان. بعديها بقى بكام سنه هيتوفى سعد زغلول؟ في اغسطس 1927. الاحداث هتتطور لايه بعد كده هنشوف مع بعض. طبعا شفنا مع بعض دستور قبل كده كان دستور 1923 وشفنا مزاياه وعيوبه. هنشوف دلوقتي دستور 1930 وده اللي شكله اسماعيل صدقي. لما وصل اسماعيل صدقي للوزاره في يونيو 1930 لغى دستور 1923 ووضع مكانه دستور 1930. الدستور الجديد ده اللي الفه اسماعيل صدقي اعطى للملك مزيد من السلطات. هو كان الملك كان ناقص سلطات، ما كان اخذ في 1923 في الدستور الاولاني كان حقه في الحقوق التشريعيه والتنفيذيه وسلطات واسعه، لكن الدستور 1930 اعطى سلطات اكبر، سلطات اوسع، مزيد من السلطات، وضيع سلطه الشعب، اهدر سلطه الامه وحقوقها في مواضع كثيره. طبعا عارض الشعب اعترض على دستور 1930. لما اعترض المصريين على الدستور الجديد بتاع دستور 1930 وقام بالعديد من المظاهرات لالغائه، اضطر الكلام ده لما حصل اضطر الملك فؤاد ان هو يلغي دستور 1930 واعاد دستور 1923 عشان يبقى رضوخا لمطالب المصريين. يبقى اللي شكل دستور 1930 اسماعيل صدقي والغى دستور 1923، لكن مين اللي رضخ لمطالب المصريين واعاد دستور 1923؟ الملك فؤاد. في الوقت ده كانت الاحزاب كترت في مصر، حزب وفد، حزب وطني، حزب الاصلاح، فكان تعددت الاحزاب في مصر منذ صدور دستور 1923، لكن للأسف تعددها وكترها لم يؤدي لإسراء الحياة النيابية، يعني ما فدناش بشيء، ما ضفلناش شيء جديد، ما زودش حرية. تعدد الأحزاب لم يفيد المصريين. ليه؟ بما تفسر، لأنها كانت زي أداة للقصر الملكي، يعني هو القصر الملكي هو اللي بيستفيد بيها الملك فؤاد وبريطانيا، علشان الأحزاب دي كانت بتحقق مصالحها دون النظر لمصالح الشعب. يبقى ليه الأحزاب رغم تعددها لم تصل الحياة النيابية؟ لأنها كانت أداة للقصر الملكي وبريطانيا لتحقيق مصالحها دون النظر لمصالح الشعب. نيجي بعد كده لمعاهدة 1936. اضطرت بريطانيا لعقد معاهدة مع مصر لتخوفها من قيام ثوره جديده، يعني بريطانيا قلقانه من ان المصريين يقوموا بثوره جديده في الوقت اللي هي هتخوض بريطانيا في حرب عالميه جديده، يعني هي بتستعد للحرب العالميه الثانيه، فمش عايزه يبقى في قلق في مصر والثوره الجديده. فدارت المفاوضات بين مصطفى النحاس باشا والانجليز، وانتهت المفاوضات دي بتوقيع معاهده اسمها معاهده 36. والمعاهدة دي نصت على ايه؟ نصت على جلاء القوات البريطانية عن القاهرة وجميع الجهات الأخرى مع بقاء بس قوات
في منطقه ايه القناه. يبقى هنا في خروج بقى، يعني المعاهده دي هتبقى اتفاق تدي في بريطانيا المصريين بعض الحقوق، وتستغل بريطانيا في المقابل بعض المكاسب، يعني تدينا حاجه هتاخد في المقابل برضو مساعدات، وده اللي احنا هنشوفه من المعاهده واحنا بنشوف شروطها. يبقى اول حاجه جلاء القوات البريطانيه عن القاهره وجميع الجهات الاخرى مع بقاء قوات في منطقه القناه. ليه تفضل بعض القوات في منطقه القناه؟ عشان تدافع عنها. طيب مقابل الجلاء بتاع القوات البريطانيه، بريطانيا هتطلب من مصر ان هي تضع موانيها ومطاراتها وطرق مواصلاتها تحت تصرف بريطانيا في حاله الحرب، وتتعهد الحكومه المصريه ببناء وصيانه المعسكرات والطرق والكباري للقوات البريطانيه اثناء الحرب. تروح بريطانيا بقى تساعدنا احنا كمان في حاجه ثانيه، تساعد مصر في دخول عصبه الامم، ومش اي حد بيدخل عصبه الامم. فكان تعاون بريطانيا في دخول عصبه الامم والغاء الامتيازات الاجنبيه شرط من شروط معاهده 36، بس ده شرط لصالحنا احنا، احنا اللي هنستفيد بيه. برضو تستمر بريطانيا في اداره السودان طبقا لاتفاقيه الحكم الثنائي عام 1899، وتعود القوات المصريه الى السودان. المفروض ان النص بتاع المعاهده دي كان في شرط ان المعاهده دي تستمر لمده 20 عام، هنشوف هتستمر ولا لا دلوقتي. طبعا في نتائج هتترتب على معاهده 36، منها انتهاء احتلال مصر عسكريا، انضمام مصر الى عزله الامم باعتبارها دوله مستقله لها سياده. بعد نتائج 36 هتتلغى الامتيازات الاجنبيه وفقا لمؤتمر مونترو، وده اللي كانت وعدتنا ببريطانيا الغاء الامتيازات الاجنبيه وفقا لمؤتمر. يقول لك المؤتمر، يسالنا عن المؤتمر ده، المؤتمر اللي تم الغاء الامتيازات الاجنبيه فيه، يبقى احنا حافظين مؤتمر مونترو. تقويه الجيش المصري ليتمكن من الدفاع عن قناه السويس، بقينا عايزين نقوي جيوشنا عشان نقدر ندافع عن قناه السويس، لان احنا لما شفنا في شروط معاهده 36 ان بريطانيا خرجت من مصر كلها ما عدا ايه؟ ما عدا منطقه القناه للدفاع عنها، فبقينا نقوي الجيش المصري ليتمكن من الدفاع عن منطقه القناه. ترحل القوات البريطانيه عن مصر، تخرج القوات البريطانيه من مصر، وحريه مصر في عقد المعاهدات السياسيه. يعني مصر تعمل معاهدات سياسيه مع الدول الاجنبيه بشرط ان المعاهدات دي لا تتعارض مع معاهده 36، وبرده اعاده الجيش المصري للسودان، واعتراف بريطانيا بالاداره المشتركه في السودان. يبقى ده برده شرط من شروط معاهده 36، اعاده الجيش المصري للسودان واعتراف بريطانيا بالاداره المشتركه في السودان. نيجي بعد كده للمتغيرات اللي هتحصل داخليا ودوليا بعد معاهده 36. تحولت العلاقة بين مصر وبريطانيا من علاقة احتلال لعلاقة تحالف، بعد ما كنا احنا الدولة المحتلة ومفيش أي تعاون بيننا وبين بريطانيا، لا بقى في تعاون وفي علاقة تحالف، هي بتساعدنا واحنا بنساعدها في الحرب. فازداد نفوذ القصر وسيطرته كمان منذ اعتلاء الملك فاروق العرش. تغيرت الأوضاع الدولية بين مصر وبريطانيا بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، لأن حصل بقى خلافات بين الحكومة المصرية وما بين الإنجليز. ليه؟ كانت العلاقة ابتدت تتحسن وتحولت من احتلال، من علاقة احتلال لعلاقة تحالف بعد معاهدة 36. إيه اللي جد بعدها بثلاث سنين؟ إيه اللي حصل سنة 1939 بعد اندلاع الحرب؟ بريطانيا أصرت على إن تعلن مصر الحرب على دول المحور، فرفضت الحكومة المصرية لأن هي اتبعت سياسة كده اسمها تجنب ويلات الحرب، يعني إحنا يعني مالناش دعوة، دي حرب إحنا مالناش دخل فيها، فنتجنب ويلات الحرب. بس يا ترى بريطانيا هتتقبل الفكرة أو هتتقبل سبب رفض الحكومة المصرية؟ يبقى تاني لو سألني بما تفصل ايه سبب الخلافات بين حكومة مصر والانجليز بعد اندلاع الحرب العالمية، اقول بسبب اصرار بريطانيا
أن تعلن مصر الحرب على دول المحور، وهذا ما كانت ترفضه الحكومة المصرية. طيب هنشوف دلوقتي بريطانيا موقفها ايه من رفض الحكومة المصرية. هتقوم بريطانيا في 4 فبراير 1942 بحصار قصر عابدين بالدبابات، ووجهت انظار الانذار دوت او التحذير ده للملك فاروق، وهددته بخلعه عن العرش لانه معطلهم. يعني ايه معطلهم؟ يعني ما اعطاهمش اجابه ولا اعطاهم رد فعل سريع لما طلبوا منه تشكيل حكومه برئاسه مصطفى النحاس باشا اللي هو رئيس حزب الوفد. يبقى حادث 4 فبراير ايه اللي حصل فيه؟ حاصرت الدبابات البريطانيه قصر عابدين، وجهت انظار الملك فاروق انذار للملك فاروق وهددته بخلعه من العرش عندما طلبوا منه تشكيل حكومه برئاسه مصطفى النحاس باشا. الملك قبل الانذار وعرض على مصطفى النحاس تاليف الوزاره، فابى مصطفى النحاس. اتعرضت القضيه، يعني هنا لما اقول لك ايه اللي هيوصل قضيه مصر الى مجلس الامن في الولايات المتحده، عرضت مصر قضيه جلاء القوات البريطانيه بالكامل عن مصر ووحده وادي النيل على مجلس الامن في الامم المتحده، ومجلس الامن ما اتخذش قرار حاسم وترك القضيه معلقه. ترك القضيه ايه؟ معلقه، يعني ما اهتمش بامرها. مجلس الامن اخذ الملف بتاع قضيه مصر ولم يتخذ قرارا وترك القضيه معلقه. بعديها في اكتوبر 1951 مصطفى النحاس حس ان معاهده 36 مش بنستفيد بيها اهو. ف وقتها هيعلن النحاس باشا الغاء معاهده 1936. المعاهده دي كانت هي اللي خلتنا استحملنا شويه بريطانيا، لكن بعد ما نلغي معاهده 36 اطلق للشعب الحريه للنضال المسلح ضد القوات البريطانيه في منطقه القناه. يعني بقى من حق المسلحين المصريين ان هم يدخلوا ويناضلوا ويكافحوا، ها، من اجل توفير حمايه لمنطقه القناه. يبقى اعلن النحاس باشا رئيس الوزراء وقتها الغاء معاهده 36. ايه النتيجه المترتبه؟ اطلق الحريه للشعب المصري للنضال المسلح ضد القوات البريطانيه في منطقه القناه. كان من نتائج بقى الغاء معاهده 36 ان الفدائيين، جماعات الفدائيين، قاموا بمهاجمه المعسكرات البريطانيه. يعني ايه فدائيين؟ الفدائيين دول اللي هم مواطنين، افراد عاديه، مش ولا من الشرطه ولا من الجيش. هم افراد تولوا امر ان هم يفتدوا بارواحهم ايه مقابل التخلص من الاحتلال ومن وجود بريطانيا في مصر. فكانوا بيعملوا هجمات على المعسكرات البريطانيه في منطقه القناه، فبقت الحكومه تساعدهم. تعمدت، يعني هي قصد الحكومة ان هي تزود عدد جنود الشرطة عشان يساعدوا الفدائيين. انجلترا اكتشفت الموضوع لما سألت بينها وبين نفسها كده بريطانيا، يعني الفدائيين دول بيجيبوا اسلحة منين، وقعدت تفتش وراهم. عرفت ان اللي بيساعد الفدائيين هم ضباط وجنود الشرطة. وقامت بريطانيا بحصار مبنى الاسماعيلية، مبنى المحافظة، عشان تاخد سلاح جنود الشرطة منهم. جنود الشرطة المصريين أمرتهم بنزع سلاحهم، فرفض الجنود التسليم. فحصل اشتباك بينهم وبين الإنجليز في يوم 25 يناير، فاستشهد عدد كبير من الضباط المصريين. عشان كده هو عيد الشرطة تم اختياره على أساس التاريخ ده في 25 يناير من كل عام. بعد كده الأحداث هتتطور، وقع حريق القاهرة تاني يوم في يوم 26 يناير. فكان ده بداية لانتهاء النظام الملكي في مصر
وقيام ثورة 23 يوليو 1952 اللي احنا هنشوفها الترم الثاني ان شاء الله مع بعض.